اهلا وسهلا حبيباتي، كنتمناكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير ودوزوا العطله ديال العيد زوينه وداز عيدكم بخير وعلى خير مع الحباب والعائله. البنات تشكيله متنوعه وجديده ديال الكسيوات، كيف ما شفتوا الفيديو اللي فات قبل من العيد كان عليهم اقبال كبير بزاف تاع البنات اللي عجبوهم، ولذلك كاينه أريفة جديده وداكشي علاش بغيت نبارطاجيها معكم باش هكا كلشي يستافد. علاش لا، شي حاجه رائعه. وبالنسبه للبنات كتسولوني على الثوب، راه كاينين الكسيوات اللي الثوب ديالهم خيط وكاينين الكسيوات اللي الثوب ديالهم كريب. غتركزوا معايا في كل موديل غادي نلبسو، غادي نوريكم غنقول لكم الثوب اش من ثوب في الكسيوه اللي غنكون لابسه. بالنسبه لبنات التوصيل غيبدا ان شاء الله من هذا الاسبوع هذا داخل وخارج الدار البيضاء، حتى بالنسبه اللي على برا يتواصل معنا اولا في داخل المغرب يتواصل معنا ان شاء الله باذن الله. نخليو رقم الهاتف الواتساب اي موديل سكريني وصيفطي مرحبا والف مرحبا. وبالنسبه للبنات اللي قرب المحل، هذا هو الفرع الاول اللي كيتواجد في شارع القدس بالقرب من لا ميزورونو كافي فراغولا، وكاين الفرع الثاني في شارع النيل في سيدي عثمان. غنخلي لكم النات ان شاء الله باذن الله في اخر الفيديو، غير شوفوا ان شاء الله راه غتجيو حتى للمحل وهكا يكون احسن تقيسي والبنات يعاونوك ويكون كلشي هو هذاك. بالنسبه للبنات لهاد الكسيوه هادي كيف ما شعارنا دائما لا كريشة لا جنيبات، كيف ما كتشوفوا هكا تجي طويله ما فيها لا قطعه لا حتى شي حاجه، والثوب ديالها خيط وفيها لوينات صيفيين زوينين صراحه كتحمق. الثوب ديالها بارد، راكم عارفين الخيط كيابسوربي العرق، وهو اول حاجه ننصحكم بها فاش كيكون سخون الحال، اول حاجه كننصحكم بها هي الخيط عاد ديك الساعه، وبالخصوص البنات اللي كيتعرقوا بزاف احسن حاجه الخيط. والكريب حتى هو كيبقى شي حاجه زوينه. لافونتاج ديال الكريب انه يعني من الحبل هزيها ولبسيها ما تبقيش تفكري بزاف تقولي لا غتكماش خاصني المصلوح خاصني، لا كتهزيها وكتلبسيها، يعني كيبقى لكل واحد الذوق ديالو كل واحد الاختيار ديالو. بالنسبه لهذا الموديل هذا خيط البنات كيف ما كتشوفوا اللوينات غزالين بزاف، والثوب كيف ما قلت لكم خيط وفيها الحزام ديالها، انا ما درتش الحزام. بالنسبه تشوفوها كيفاش كتجي ملبوسه كتجي رائعه، وفيها البنات المقاسات حتى 56 البنات على المقاسات كاينين حتى 56، يعني كلشي غيتباع وكلشي غيلبس. كنتمنى منكم البنات فضلا وليس امرا بارطاجيو الفيديو هكا باش تعم الفائده، حتى بالنسبه للبنات اللي ما كيلقاوش مقاسات كبيره يعرفوا راهم كاينين عندنا سواء في الفرع الاول او الفرع الثاني، غادي تلقاو المقاسات حتى 56 ان شاء الله باذن الله. وكيف ما قلت لكم عندكم اختيار ما بين الثوب ديال الخيط والثوب ديال الكريب، يعني ودرنا لكم ثمن مناسب البنات باش كلشي يستافد وكلشي يلبس، وبلاص ما تاخذي كسيوات تقدري تاخذي جوج وثلاثه، دائما عندنا لو شوا في الكسيوات ما شاء الله كلشي كاين. كيف ما شفتوا هاد اللوين كيجي زوين صراحه، وفيها حتى النواغ ديالها غنحاول نلبسو لكم باش تشوفوها كيفاش كتجي ملبوسه البنات. وهذا هو اللوين الثاني في الكسيوه اللي وريتكم، هذا النواغ واللون الاخر اللي كنت لابسه الزرق، هذيك الزرقاء فيها وريضات هكا بلورونج كيف ما كتشوفوا، هذه نواغ وفيها وريضات هكا فيهم الغوز وفيهم اللوينات بجوجهم زوينين، كيبقى كل وحده كما قلت لكم الاختيار. هذه الثوب ديالها البنات خيط كتجي غزاله صراحه في اللبسه صيفيه هكا فلوري، ودائما هاد الكسيوات كلهم البنات ما فيهمش القطعه كيجيو هكا لاستيك من هنايا، والثوب خيط الثمن البنات ديالهم هو 180 درهم عوض 230 درهم، 180 درهم البنات عوض 230 باش كلشي يستافد. وهادو راه ماشي الكسيوات اللي المقاسات ديالهم غير مثلا حتى لدوبل اكس ال من الام، هادو البنات الكساوي لي طاي ديالهم راه حتى ل 56 البنات، يعني راه فوق 7 اكس ال المقاسات ديالهم، والثمن ديالهم ثمن رائع البنات اللي ما غتلقاو في حتى شي بلاصه. كيف ما قلت لكم في بلاصه 230 غادي تبقى لكم ب 180 باش كلشي يستافد، والمقاسات حتى 56. ما تنساوناش البنات من لي جيم البنات، ونبقاو مع هاد الكسيوه هادي فيرزاتشي كيف ما كتشوفوا فيها لوينات حتى هي زوينين ان شاء الله، كتجي حتى هي غزاله وفيها لوينات زوينين حتى هي. غادي نوريكم اللوينات ديالها كيفاش كيجيو ملبوسين، كتجي غزاله والثوب ديالها خيط
عاد وناسها كلهم زوينين. كنشوف كاين فيها هذا اللون هذا، وكاين فيها النوار، وكاين فيها هذا الموف. ثلاثه اللوانات اللي كاينين فيها البنات كيجيو غزالين كما كتشوفوا. النوار وهذا اللون اللي لابسه انا اللي هو الكاكي، وكاين البوردو. كتجي هكا الزواق، انا تنقرب لكم باش تشوفوا كيفاش كتجي. كتجي فيرزاتشي، كتجي رائعه، ولوناتها زوينين، والتوب ديالها خيط، والمقاصات ديالها البنات حتى ل 56، المقاصات ديالها حتى ل 56. بالنسبه للبنات اللي بغاو يديروا الحزام انا تقدري تحزمي بحال هكا، وبالنسبه للبنات اللي ما بغاوش يديروا الحزام يخلوها مطلقه، راه كتجي زوينه، او تحزموا بها القدام. غير بالنسبه اللي عندها كريشه من الاحسن ما تحزمش القدام. البنات ندوزوا اللوينات الاخرين ديالها ملبوسين. البنات هاي الكسيوه ديال فيرزاتشي في النوار، العاشقات الاسود، كتجي غزاله كلشي البنات. اللوينات كيجيو زوينين، غير قلت لبسها لكم، وغلبس لكم حتى اللون الاخر هكا باش تشوفوا اللوينات كلهم كيفاش كيجيو ملبوسين. ويبقى لكم الاختيار. طبيعة الحال البنات اللي عندهم مقاسات كبيره، الطايات الكبار 56 بلا ما يديروا الحزام، كيف ما كتشوفوا غزاله صراحه. كتحسي براسك مرتاحه، وتشوف خيط، ودائما تحت شعار الكريشه على جنيبات الخفه، والله الا كتحسي براسك خفيفه ومرتاحه. يعني تجيو تلبسيها في هذه الحراره بوحدها كافيه، الخريجه البحر اي بلاصه. وكاينين اللوينات الباردين بالنسبه للبنات اللي كيبغيو اللوينات باردين كاينين، وبالنسبه اللي كتبغي هكا اللوينات اللي كيكونوا فونسي راهم كاينين. كلشي كاين البنات، كيبقى كل وحده والذوق ديالها. وندوزو البنات اللون الاخر ديالو البنات. البنات اللوين الثالث ديال الكسيوات ها هو، الموف ديالها حتى هو كيجي رائع. دائما كتجي مطلوقه البنات، ما كاين لا قطعه لا حتى شي حاجه، مرتاحه. بالنسبه للمقاسات فيها من 42 حتى 56، من 42 البنات حتى 56. وبالنسبه للبنات اللي غيبغيو التوصيل، من الاحسن يصيفطوا لنا العبارات ديالهم هما ماشي ديال حوايجهم، يعني تشد سنتيم وتعبر هكا من الباط للباط، الدوره ديال الكرش والكتيفات، ان شاء الله يجيها كلشي هو هذاك. ما كتشوفوا التوب خيط واللوين غزال. هاتوا كاين هاد الكسيوه الغزاله كيف ما كتشوفوا، لويناتها كيحمقوا رائعه حتى هي، كتجي رائعه البنات. وفيها هادي ما فيهاش مقاسات كبارين ياك، بحال هادي تقريبا هذا البنات. هذه فيها المقاسات من 42 حتى 48، ما فيهاش المقاسات الكبارين بحال الاخرين حتى 56. وفيها البنات ثمن زوين اللي هو غادي تبقى لكم غير ب 150 درهم البنات، عوض 200 درهم. 150 درهم عوض 200 درهم. كيف ما كتشوفوا الثوب ديالها كيجي ساتيني، كتجي غزاله البنات في اللبسه، كتجي طيبه وخفيفه رائعه بزاف، خصوصا هكا خرجت هكا في العشيه، ما نذكروش عليها شي حاجه طوب البنات. ودائما ما كايناش القطعه، كتجيب هاد الكرافات من هنا، وكتجي لا كريشه لا جنيبات، وفيها ثمن مناسب غير 150 درهم البنات عوض 200 درهم. وانتم البنات عارفين هاد الكسيوات اللي كيكونوا هكا ساتيني شحال الثمن ديالهم، انتم راكم عارفين، وما تيكونوش فيهم المقاسات الكبيره. دابا عند محل ايمانور وفرنا لكم كسيوات ساتيني شي حاجه غزاله، لوينات مبهجين صيفيين، والثمن البنات ديال 150 باش كلشي يستافد. كيف ما كتشوفوا طيب لدرجه ان الشال ما بغاش يبقى، الشال ما بغاش يبقى قابط معاها. ما بغاش ما بغاش يبقى قابط نهائيا. هذا خصو شده اخرى من هنايا، هذا الشال خصو شده اخرى من هنايا مع الكسيوه، لان التوب ديالها الملمس ديالها رطيب خفيفه البنات. ولوناتها زوينين، عطيني اللون الاخر البنات. فيها حتى هذا اللون هذا غزال البنات،
لوناتها فني كيف ما كتشوفوا، راه فيها الحزام اللي بغات دير الحزام راه كديرو، اللي ما بغاتش كتخليها مطلوقه، كتجي رائعه جدا. الثوب ديالها ساتيني غزاله، والمقاسات كيف ما قلت لكم البنات حتى 48. هذا الموديل هذا باقي ما دخلوش فيه مقاسات كبيره حتى 56، الا كنت حتى 58 عفوا، اللي بغيت نقول لكم قبيله راه المقاسات حتى 58 البنات. هادو الا كنتو بغيتوهم المقاسات الكبيره حتى لقيت 58، تتخليوها ليا في التعاليق وان شاء الله غادي يكونوا كيف ما كتشوفوا لويناتهم غزالين. نقرب لكم ومازال الكاميرا راه ما عطيهمش حقهم، لوينات غزالين. نخرج برا حبيبي البابا. هي البنات كيف ما كتشوفوا اللون الثالث ديالها، كاين هذا اللون هذا وكاين هذا اللون هذا اللي لابسه انا تيقوى، وكاين هذا الخضيضه حتى هو جا كيحمق، جا رائع. الكرافات ديالها كيفاش كتجي، بالنسبه اللي بغات تلقاها راه كتلقاها، كتجي غزاله صراحه. وراها طويله كيف ما كتشوفوا، راه المانكان طويله ولابساها وجاتها طويله حتى لتحت، وهكا كيجيو لي مونش. هذه اللي جايه من هاد الطوبيس هي الجهه اللي جايه من جهه حمام الفن، نفس الشارع اللي فيه حمام الفن كيف ما كتشوفوا. هذا هو المحل، محل ايمانور الفرع الثاني، جا اون فاس مع ايفغوشي في البلاكه ديال الطوبيس 97 والتاكسيات البيضين. هو هذا المحل كيف ما كتشوفوا، جا قبلت ايفغوشي، هو هذا ايفغوشي الهيها والمركب الثقافي كمال الزبدي راه هو كيبان هنا، جا ما بين تقاطع شارع النيل وشارع الجولان.